بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. النهاردة حلقة لإحياء ذكرى مناسبة عظيمة وجليلة، هي رحلة الإسراء والمعراج، الرحلة التي عرج فيها الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الملأ الأعلى ووصل إلى سدرة المنتهى. هنعرف أهم مراحل هذه الرحلة العظيمة، أهم العبر والقيم التي تضمنها هذه المعجزة الربانية العظيمة مع فضيلة العالم الجليل الشيخ رمضان عبد المعز، وهنستمع لأجمل التواشيح الدينية مع المنشد الديني الجميل الشيخ محمد السواجي. أهلا بالشيخ رمضان. وأهلا بالشيخ السواجي، كل عام وأنتم بخير. كل عام وحضرتك بخير. بمناسبة طيبة وعطرة وجميلة. كرمكم الله. نبدأ بالشيخ السواجي في ليلة الإسراء والمعراج. تفضل. سيدي يا رسول الله، سريت من حرم ليلا إلى حرمي، سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في داج من الظلم، وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي، وقدمتك جميع الأنبياء بها، وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على خدمي، فحزت كل فخار غير مشترك وجزت كل مقام غير مزدحم. بشرى لنا معشر الإسلام، إن لنا من العناية ركنا غير منهدم، لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. الله اللهم صل على سيدنا محمد. جميلة قوي برضة البصير. جدا جميل. هو كمان يعني بيلقيها الحقيقة بإلقاء رائع وجميل ومخارج ألفاظه جميلة وبديعة والصدق في الأداء. لا سبحان الله، ليس كل من يبتهل مبتهل. صحيح. نعم. صحيح. والإمام البصير رحمه الله أبدع في الكلمات بتاعته سبحان الله في البردة. صحيح. عايزين يعني أولا نقول كل سنة حضرتك طيب. كل عام وأنتم بخير. ويعني وربنا كده يعني أيام بتجري صراعا، وربنا يبقى بلغنا شعبان ثم رمضان. آمين آمين آمين. آمين. يعني عايزين نتكلم عن هذه المعجزة العظيمة، معجزة الإسراء والمعراج. بسم الله والحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك، وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين. اللهم آمين آمين. تحية حب واحترام وتقدير لمشاهدينا الكرام، حضرتك دكتور عمرو وليك الشيخ محمد، كل عام وحضراتكم جميعا بخير، كل عام وأنتم إلى الله أقرب وعلى طاعته أحرص وأدوم. ونسأل الله تبارك وتعالى، والله نسأل سبحانه جل وعلا أن يجعل يومنا أفضل من أمسنا، وأن يجعل غدنا
أفضل من يومنا، وأن يبارك لنا فيما بقي من رجب، ويبارك لنا في شعبان، وأن يبلغنا رمضان برحمته سبحانه وتعالى، إنه الحنان المنان. لا بد للناس جميعا يا دكتور عمرو أنه يعرفوا أنه دائما التكوين قبل التمكين. يعني أنت عايز ربنا يكرمك، لازم يبقى في مرحلة إعداد الأول. مش إحنا عندنا، أنا فاكر وأنا طالب في الأزهر الشريف وكنا تبع وزارة الشباب والرياضة، نروح يدونا دورات كده في مراكز إعداد القادة، مش كده ولا إيه؟ وإحنا في الأزهر الشريف عشان نطلع أئمة، شغل ومذاكرة وتدريبات ومادة الخطابة وإزاي وأساليب الدعوة، قصة. ولا إحنا بنتولد كده نخرج من بطون أمهاتنا نبقى مشايخ؟ ما ينفعش. فهي مرحلة التكوين قبل التمكين، دي مرحلة مر بيها النبي عليه الصلاة والسلام. في المرحلة دي يا دكتور عمرو لابد للناس أن يعلموا أن هناك ابتلاءات ومحن وشدائد، لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. ولدنا ما يتخيلوش أن الإسراء والمعراج دي النبي كان قاعد كده مرة عليه الصلاة والسلام تحت الشجرة، ولا قاعد على الكرسي كده وشغل التكييف، وقام جاله سيدنا جبريل قال له لابس هدومك؟ طب يلا البس بدلتك، احنا رايحين للإسراء والمعراج. لا ما كانتش كده خالص، ده النبي مر بشدائد. دي حدثت في عام اسمه عام الحزن، سنة اسمها سنة الحزن. يا الله، فقد النبي زوجته حبيبة القلب أمنا خديجة، السند والعون اللي كانت تحنو عليه، الزوجة الداعمة لزوجها اللي تقول له والله لن يخزيك الله أبدا. وقفة بسيطة، فين؟ فين النهاردة؟ موجودة بس احنا عايزين نكترها. موجودة الزوجة دي، احنا عايزين نماذج كتير. فين اللي هتتجوز بكرة ولا بعد بكرة؟ نقول لها اقري تاريخ أمنا خديجة، اقري ترجمة أمنا خديجة، عشان ازاي تقف جنب جوزك وازاي تسنديه في وقت الدنيا كلها كانت ضد النبي عليه الصلاة والسلام، ويجي من بره مشتوم يتشتم النبي عليه الصلاة والسلام. وأول شتيمة تشتم بها من عمه اللي هو من أبي لهب، وربنا رد عن النبي وقال له تبت يدا أبي لهب وتب. وغيره وغيره أساءوا لرسول الله. يروح البيت بقى يلاقي مين؟ يلاقي الزوجة الجميلة اللي تحنو عليه وتترفق به وتقسم بالله تقول والله لن يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم. ودي بنقول عليها عوامل السكينة في المحن والشدائد. كلنا بنمر بشدائد ومحن وابتلاءات، عايز ربنا يسترها معاك في الشدائد، كن واصل للرحم بتاعك. قالت له إنك لتصل الرحم. اللي بيصل الرحم لما يقع في محنة ربنا ينجيه ويلاقي اللي يدعمه، ويلاقي دعم. إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث، ما تكذبش، وتحمل الكل اللي هو إيه، نقرأ في القرآن وهو كل على مولاه، يعني اللي مالوش عائل، اللي عايز حد يصرف عليه، اللي ما بيعرفش يتولى شؤون نفسه. يعني انك بتساعد الانسان اللي ما بيعرفش يساعد نفسه، الانسان اللي بلا عمل، الانسان المسن، الانسان اللي عنده اعاقة، الانسان اللي لا يستطيع ان يكسب قوت يومه. انك بتحمل الكل وتكسب المعدوم، واللي معهوش انت بتديله، وتعين على نوائب الحق. يا محمد ده انت واقف جنب الناس كلها، يبقى ربنا لن يخزيك. يلاقي زوجة تديله طاقات إيجابية، مش تقول له طب أنا عايز أتطلق بقى، طالما مش قادر تعيش نتطلق بقى، لا مش كده. يفقد هذه الزوجة يبكي بكاء شديدا النبي عليه الصلاة والسلام. اللي ما اتجوزش معاها حد، زوجة امرأة تشغل العقل والقلب، أمنا خديجة رضي الله عنها، والنبي قال والله ما أبدلني الله خيرا منها، مش زي خديجة، إلا خديجة. يا سلام، رضي الله عنه. أدي زوجته. عمه بقى أبو طالب، ده الجيش بتاعه، ده الجبهة بتاعته، جيش الدفاع بتاعه.
يعني اللهم احفظ مصر يا رب بأمنها الداخلي وجيشها، مش كده ولا ايه؟ بنمشي في شوارعنا الحمد لله آمنين مطمئنين، وبننام في بيوتنا، وإخواننا الحراسات والدنيا والأمن والمرور جزاهم الله عنا خير الجزاء، وحدودنا جزاهم الله عنا خير الجزاء، جنودنا. طيب اللي كان يمثل الجبهة الداخلية للنبي أمنا خديجة، طب واللي كان يمثل الجبهة الخارجية أبو طالب عم النبي، ماتوا الاثنين في سنة واحدة، شدائد ومحن ابتلاءات. فاشتد إيذاء المشركين لرسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى قابل النبي أحدهم فيعني شق ثياب رسول الله وشال التراب ورمى به سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وتفل في وجه رسول الله، إلا أنها لم تصل إلى رسول الله عليه الصلاة وأزكى السلام. محن وشدائد ضيقة على رسول الله، أصبر، مش واخد فرصتك في الشغل، أصبر، المذاكرة صعبة، أصبر، الشغل صعب عليا، أصبر، المدام في البيت تعبان شوية، أصبر، الأولاد طلباتهم كترت، أصبر، صبر يا حضرات، صبر الله يكرمكم. الإسراء جاء بعد صبر، ولذلك أول سورة الإسراء إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ايه الايه اللي قبل الاسراء، اللي قبل الايه دي، ايه الايه اللي قبلها؟ ايه دي اول السوره، ايوه بس في قبلها ايه اللي اخر سوره النحل، واصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون ان الله مع مين يا رب؟ الذين اتقوا والذين هم محسنون. يجي سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، يبقى صبر، هتبقى انت من المتقين المحسنين اللي معاهم معية ربنا، وبالتالي هيجي سبحانه يجي الفرج وتيجي المنح من ربنا سبحانه. هذا الإسراء اللي جاء الحديث عنه في سورة الإسراء. طب والمعراج اللي جاء الحديث عنه في سورة النجم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إلى آخر الآيات. إلا قبل النجم، اللي قبل سورة النجم مباشرة آخر سورة الطور، ربنا بيقول لسيدنا النبي واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، عشان نعرف القرآن ده بلاغة القرآن مترتب ازاي وموضوعه ازاي. يبقى قبل الإسراء صبر، وقبل المعراج صبر، عشان كده ألا بالصبر تبلغ ما تريد وبالتقوى يلين لك الحديد، تريد النفس أن تبلغ مناها ويأبى الله إلا ما يريد. يعني محدش بس من ولادنا واحنا بنحتفل بالإسراء والمعراج وراح النبي وشيخنا شيخنا محمد وهو بيشجو وينشد ويعطر وبيقول النبي وراح الإسراء وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقى هو المخدوم وهناك الخدم، كل ده واللي صوره الإمام البصيري في الأبيات الرائعة ديت، كل ده اللي حصل ما جاش من فراغ، إنما جاء بعد محن بعد شدائد فصبر عليها النبي عليه الصلاة والسلام. ولما اشتد الخناق وضيق عليه تعمل إيه بقى؟ تبحث عن مجالات أخرى، لكن ما تتنزلش عن موقعك. أنا راجل إيه؟ شيخ. طب افرضوا إن أنا مثلا قناة الحياة قالت لي ما تطلعش عندنا تاني، طبعا ده مش هيحصل، هروح أدور على قناة تاني، والثانية قالت لي لا ما تطلعش عندنا، هدور على قناة ثالثة، هبحث عن، هصبر، مش هقول لا لا خلاص بقى هعتزل، أنا كنت عايز أقول لهم قال الله وقال الرسول، هم مش عايزين، خلاص ما يعزوش، لا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ضيق عليه في مكة، ها؟ طيب نشوف فرصة ثانية، نشوف مجال آخر، يفتح آفاق جديدة، فيتحرك إلى الطائف. ما هو ده لون من يعني مع الصبر ما تقعدش مكانك. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ ألا أنت جيت حتة أرض تزرع فيها مش راضي تطلع زرع، خلاص هقعد أبكي جنبها، روح دورها لحتة تانية.
روح ازرع في حتة تانية. انت حاولت في المجال ده انك تعمل حاجة ما قدرتش ما عرفتش خلاص انتقل واشتغل. النبي عمل كده عليه الصلاة والسلام. هو ده مش قصة وحدوتة يا حضرات هنطلع كل سنة نقول والإسراء والمعراج وراح النبي وركب البراق وسيدنا جبريل ومشي جنب البراق لا ده دروس وعبر. ليه بقى؟ عشان القرآن نفسه قال لقد كان في قصصهم عبرة مش كده ولا ايه؟ طيب يبقى التكوين قبل التمكين هنتعب شوية ولو ما سهرناش الليالي ما كناش خدنا شهادة الليسانس في الدعوة الإسلامية ما كناش لو ما تعبناش والشيخ شد علينا وقرص علينا وأهالينا صبروا ورموني للشيخ وقالوا لا خذوا يحفظ القرآن إن شاء الله تكسر وإحنا نجبز ما يعني لا تحسب المجد طمرا أنت آكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر والصبر مر والصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. فلما بيهل علينا الإسراء والمعراج بيذكرنا بيه دكتور عمرو إنه هكافح هستحمل هصبر بس هصبر وهغير. تقصد أن الإسراء والمعراج هي كانت جزاء الصبر لرسول الله. الله يسعدك ده الأول. وليس معنى الصبر يا دكتور عمرو إن أنا أقعد جنب الحيط وديني صبر. قال لك لا الصبر إنك بتفتح آفاق جديدة بتعمل مجالات أخرى. أنت عايز تشتغل في مجال معين ما لقيتش طب شوف المجال التاني طب خد دورات تدريبية طب اجتهد طب المكان اللي أنت عايش فيه ما فيهوش فرصة العمل الملائمة ليك طب هو في مجال آخر هو أنا لسه هروح من المدينة دي للمدينة دي هو أنا لسه هركب 30-40 كيلو أروح اتحرك انطلق تبقاش قاعد مكانك ده يقولك الحركة بركة. فالنبي راح للطائف عليه الصلاة والسلام انتقل إلى الطائف يعني لعل فراح للطائف قعد 10 أيام في الطائف ويطرق أبواب الناس من يساعدني حتى أبلغ دعوة ربي يا جماعة إني رسول الله إليكم قولوا لا إله إلا الله ليه اللي هيقولها يدفع 10 جنيه قولوا لا إله إلا الله تدين لكم الدنيا بما عليها تبقوا أسياد العالم يعني طبقوا شرع ربنا من العدل والرحمة والتكافل والسماحة والأخلاق طبقوا ده والله تسود الدنيا لأنه الأخلاق بتسمو بالأمم. فعملوا إيه؟ أغلقوا الباب في وجهه وضربوه بالحجارة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقد الأمل قال لي يرضيك كده يا رب طب أنا ما أنا ماشي صح أهو طب ليه يعملوا كده هو أنا ماشي غلط لا هو أنا ربنا بيعاقبني زي بعض من حبايبنا لما يبتلى أنا ذاكرت يا شيخ ولم أوفق في الامتحان فين بقى أن ربنا ما بيضيعش تعب حد اختبار يا حبيبي امتحان حتى يشتد عودك مش كده ولا يا دكتور عمرو مش الشدائد بتصنع الرجال مش كده جزى الله الشدائد كل خير كمان بتبين لي معادن الناس صحيح. جزى الله الشدائد كل خير عرفت بها عدوي من حبيبي صحيح. اعرف عدوي من صديقي فده كل ده تكوين ده ربنا ده مش ربنا بيقول قال لسيدنا موسى ولتصنع على عيني ادي الصناعه فعشان ربنا يكرمنا عشان نتقدم لازم تحصل لنا الصناعه دي فلازم نصبر نبحث عن افاق جديده لازم نجتهد لازم لا نالو جهدا لازم نبقى راضيين بقضاء الله وقدره. النبي خرج من الطائف ثم يضربوه بالحجاره وادم النبي عليه الصلاه والسلام وسال الدم من رسول الله وبعدين راضي إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي لك العدة يا سلام نعم. الله على الجمال والله على صمود وصبر ورضا وقوة سيدنا النبي والله عليه والله الكلام اللي قاله سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة يعني أظن لحضرتك اللي انت فيها قد إيه الخطاب اللي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام لربنا أنا بتصور أنه بيحمل منهج حتى وإن كان البعض ضعف هذه الرواية وقال إنها رواية ضعيفة لكن تعالوا نشوف الكلمات اللهم إني أشكو إليك لا لأحد غيرك ضعف قوتي وقلة حيلتي
وهواني على الناس. يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي. إلهي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني اللي هم الطائف، أم إلى عدو ملكته أمري اللي هم أهل مكة؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. أهم حاجة رضاك عندي، طالما أنت مش غضبان أنا لا أبالي. فلان شتم، فلان غلط فيا، فلان نال مني، فلان أذاني، ولا يهمني. الشتمة ما بتلزقش، كل الذي فوق التراب تراب. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبة حتى ترضى. أنت تعاتبني يا رب، أنا ما عاتبش يا ربنا، أنا ما أقولش ربنا ليه كده، ليه يا رب، إيه اللي بيحصل ده، لا 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 لا. لك العتبة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. كلمات جميلة رائعة يبتهل بها المسلم صادق الإيمان المؤمن إلى الله تبارك وتعالى. استمع ليك ونطلع فاصل بعدها. وافى لحضرته البراق ملجما، وأتاه جبريل الأمين الأمين مسلما، ناداه قم للقرب وانهض للقاء، ناداه قم للقرب وانهض للقاء، فالله قد صلى عليك وسلما، الله قد صلى عليك وسلما. الملك والملكوت زين بالصفا لمقامك السام الرفيع تكرما، بادر لحضرة قدسه وجماله، بادر لحضرة قدسه وجماله، وتملى يا طه برؤية من سما، الله قد صلى عليك وسلم، الله الله الله، الله قد صلى عليك وسلم، الله قد صلى عليك وسلم.
قلبك حنين يا نبي وما فيش حنان على كوكبي. الشمس طلعت في الغروب لما بتزعل عالصبي. قال للنبي انا مش سعيد عصفوري ماتوا كان ولي. صلى عشان ركعتي وفي كل عين دمعت شهيد. من الحب ليه تستغربوا ومن الحقيقة بتهربوا. سيدنا النبي في بيت الصبي وكل ليلة بيلعبوا. نبع الفرح فاض من عينيه لما النبي طبطب عليه. وبرحمته وحنيته صف الملائكة بين ايديه. البحر تملاه الدموع وندى المحبة عالفروع. يا رسول حنان آخر الزمن تبكي الصحابة من الخشوع. للحب ناس الطيبين ومهما بعد قريبين. من غير ميعاد رب العباد ينده لهم قلبي الحزين. من الحب ليه تستغربوا ومن الحقيقة بتهربوا. سيدنا النبي في بيت الصبي وكل ليلة يلعبوا. نبع الفرح فاض من عيني لما النبي طبطب عليه. وبرحمته وحنيته صف الملائكة بين ايديه. بحضراتكم مرة تانية ونحن نحتفل بهذه الذكرى العطرة ذكرى الإسراء والمعراج. ونستمع للشيخ السوهاجي وبعدين نستمتع بالشيخ رمضان. سيدي يا رسول الله أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل بالمسجد الأقصى على قدمي. لما خطرت به التفوا بسيدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعالم. صلى وراءك منهم كل ذي خطر. ومن يفز بحبيب الله يأتمم. جبت السماوات أو ما فوقهن بهم على منورة درية اللجم. حتى بلغت سماء لا يطار لها على جناح ولا يسعى على قدم. وقيل كل نبي عند رتبته. ويا محمد ويا محمد هذا العرش فاستلمي. سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. مولانا قبل الفاصل تحدث عن المحنه والظروف والصبر الذي صحيح. يعني جعل الله سبحانه وتعالى يعني يعطي لي المنحه بالضبط لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. فعلا من رحم المحن تولد المنح. نعم. لابد للناس جميعا أن يعلموا أن الله لطيف بعباده. يعني هو يعلمنا في صورة الانشراح. المؤمن إن ضاقت الدنيا به وسعته صورة الانشراح.
يا نقرا كده سوره الانشراح في اخرها، فان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا. ادي ايتين اتنين، العسر في الايه الاولى هو نفسه العسر في الايه الثانيه، لانه معرفه والمعرفه شيء واحد. انما يسر في الايه الاولانيه نكره، ويسر في الايه الثانيه نكره، يبقى انا عندي اتنين يسر مع عسر واحد. فهل من المنطق والعقل انه عسر يغلب يسرين؟ ده احنا نقول الكثره تغلب الشجاعه. يبقى اليسرين هم اللي هيغلبوا. يا عباد الله صبرا ان توالت القروب، كلما يشتد كربا تنجلي عنكم ذنوب، ان في القران ايه وهي طب القلوب، ان مع العسر يسرا قال علام الغيوب. خلاص اطمن. يبقى عارف يا دكتور عمرو، والله يا حضرات، هو ده يعني انا على المستوى الشخصي الحاجات اللي بتؤنس الانسان لما بنتعرض لازمه او محنه، بقول ها يا ترى ايه الخير اللي جاي، يا ترى اكيد في نفحه جايه، في منحه جايه من ربنا. صحيح الواحد يعني اذا نزل القضاء ضاق الفضاء بتبقى تعبان وفي ازمه وفي ضيق ومتضايق ومكروب، بس حدث نفسك انه مفيش محنه الا وجاي بعدها منحه. النبي عليه الصلاه والسلام خلص الطائف وراجع لمكه، مكه مش هيدخلوه، ده اعلنوا انه مش داخل، منعوه من الدخول. وسيدنا زيد بن حارثه مع رسول الله خادمه ومولاه، يقول له يا رسول الله حضرتك احنا رايحين فين؟ رايحين مكه، راجعين مكه. يقول له كيف؟ مش هم مش هيدخلوك؟ قال لا تحزن يا زيد، فان الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا. والله يا حضرات، مهما كانت الازمات ومهما كانت المحن ومهما كانت الشدائد، والله ربنا هيجيب الفرج. منين؟ ما هو ربنا بقى. أبى الله إلا أن يرزق عبده من حيث لا يحتسب، وهو اللي علمنا في سورة الطلاق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، يعني ويرزقه مش من الشغل، مش من بابا هيدوله مصروفه، مش من ماما حتى هتبيع حتتين ذهب وتدق، من حيث لا يحتسب. صدق الله فعلا، باب انت مش حاطه في الحسبان خالص، مش في الجدول. طب سيدنا زيد بيقول للنبي ايوه طبعا، طب هنخش ازاي مكه؟ قال له ما تقلقش، فان الله جائل لما ترى فرجا ومخرجا. ويروح ويقف على باب مكه كده، ايه يا رسول الله نعمل ايه، نخش ازاي؟ النبي يقول له روح اسال على واحد اسمه الاخنس بن شريق، قول له ممكن تدخل النبي في حمايتك؟ فراح زيد يدور على الاخنس بن شريق، ممكن تدخل النبي في حمايتك؟ قال له لا. رجع زيد، ده رفض يا رسول الله. قال له طب بلاش، روح لسهيل بن عمرو، قول له ممكن تدخل النبي في حمايتك؟ فراح لسهيل بن عمرو، ممكن تدخل النبي في حمايتك؟ قال له لا. طب اخر كارت بقى، قال له روح لواحد اسمه المطعم بن عدي. المطعم بن عدي، فسيدنا زيد راح للمطعم بن عدي، قال له ممكن تدخل النبي في حمايتك؟ فالمطعم بن عدي كان رجل عنده نخوه ومروءه وشهامه كده، قال محمد بن عبد الله يمنعوه من دخول مكه؟ والله هذا لا يكون. وراح جاب النبي ودخله في حمايته في جواره يعني، ودخل سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. النبي كان له صلاه قبل الصلاه اللي فرضت علينا احنا، كان بيصلي الرسول عليه الصلاه والسلام. هي الصلاه فرضت في الاسراء والمعراج، الصلاه بتاعتنا احنا بقى. نعم. من اول يوم ربنا قال للنبي يا ايها المزمل قم الليل، قم الليل. النبي كان بيصلي عليه الصلاه والسلام. طيب الصلوات الخمس بقى فرضت في المعراج، فالنبي عليه السلام دخل بعد هذه السفريه الشاقه والمحنه والشدائد والصعاب اللي مر بيها، قعد في الطائف 10 ايام وهيصلي بقى كمان، طب يخش يريح؟ لا يصلي لله. فجاله امين الوحي جبريل، قال يا محمد ان ضاقت بك الارض فمرحبا بك في السماء. يا سلام، الله على الكلمات الجميلة دي. يلا بقى الفرح بقى، يلا بقى السرور، خلاص زمن الشدة انتهى خلاص. يلا بقى تعالى، تزينت السماء، يلا وتزينت، والمسجد اتغارك، وليأكل أملهم، وجيء لرسول الله بالبراق. دي وسيلة السفر. الإسراء هو الانتقال،
السير ليلا من المسجد الحرام بمكة المكرمة إلى المسجد الأقصى بفلسطين، دي أول رحلة. طيب أنا ليه بس وقفة هنا الحقيقة عند المسجد الأقصى، قيمة المسجد الأقصى، يعني الآن هناك من يخرج ويحاول أن يشكك في ماهية المسجد الأقصى وقيمة المسجد الأقصى وأنه ليس أساسا يعني من النقاط الهامة في تاريخ الإسلامي، فكيف نفند ذلك اليوم خلال يعني هذه الذكرى الجميلة عن الإسراء والمعراج؟ سؤالك جميل يا دكتور عمرو. والله الأقصى له مكانة كبيرة جدا في قلب كل إنسان مؤمن، في قلب كل إنسان مسلم. هو ثاني مسجد وضع في الأرض. النبي سئل إيه أول مسجد وضع في الأرض يا رسول الله؟ قال المسجد الحرام. قيل ثم ماذا؟ إيه اللي بعده؟ قال المسجد الأقصى. كم كان بينه وبين المسجد الحرام؟ 40 سنة، 40 عاما ما بين بناء المسجد الحرام وما بين المسجد الأقصى. هو أولى القبلتين، أولى القبلتين. المسجد الحرام بني مع بيت الخليقة؟ المسجد الحرام أول بيت وضع للناس. إمتى؟ مع سيدنا إبراهيم؟ لا ده سيدنا إبراهيم كان بيرفع القواعد، كانت مقامة قبل ذلك طبعا. وإذ يرفع إبراهيم القواعد، يعني في زمن نوح. قيل أن أول من بنى المسجد الحرام، الكعبة، البيت العتيق اللي ربنا قال جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، أول من وضعه هم الملائكة. وجاء سيدنا إبراهيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد، ده قبل ما يرفعها لما أخذ أمنا هاجر اللي هي من عندنا من صعيد مصر وإحنا بنفخر بهذا، وابنها إسماعيل اللي هو جد العرب، وضعهم في مكان صحراء وادي. قال إيه ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك الإيه المحرم، وكان لسه بناه بس هو هنا البيت المحرم. فيبقى المسجد الأقصى تاني مسجد وهو أولى القبلتين. عندما فرضت الصلوات الخمس ونزل بها النبي عليه الصلاة والسلام وعلمها للصحابة قبل الهجرة ب3 سنوات، قبل ما يهاجر للمدينة ب3 سنين، والمسلمين بيصلوا في مكة بيصلوا سرا، ولذلك دي الحكمة من أن صلاة الظهر وصلاة العصر هي صلاة سرية لأنها في وضح النهار، والمسلمين كانوا لا يرفعون أصواتهم. ليه؟ عشان المشركين هيأذوهم، يعني النهار بقى الدنيا حركة وبتاع، ممكن يعدي من قدام بيت فيسمعهم بسم الله الرحمن الرحيم، يقول بس ده البيت ده فيه مسلمين، فيقوموا المشركين يأذوهم ويضطهدوهم وربما قتلوهم زي ما قتلوا السمية وقتلوا ياسر أبو سيدنا عمار بن ياسر. فكانوا يصلون تجاه بيت المقدس وهم لسه في مكة، بس النبي عليه الصلاة والسلام بذكائه المعهود، الكعبة لها 4 أركان، نبدأ من ركن الحجر الأسود اللي احنا عارفينه وبنبدأ الطواف من عنده. الركن الحجر الأسود، الركن اللي قبله مباشرة اسمه الركن اليماني. اللي يقف ما بين الركن اليماني وركن الحجر الأسود تبقى الكعبة قدامه وبيت المقدس قدامه كمان. فالنبي هو بيصلي في مكة عندوش مشكلة، واللي وشاكه تجاه بيت المقدس يجي في الحتة دي بالظبط ما بين الركن اليماني وما بين الحجر الأسود ويقف يصلي، هتبقى الكعبة قدامه وبيت المقدس قدامه. المشكلة ما حصلتش لما راح المدينة المنورة، بقت الكعبة في ظهره وبيت المقدس. فكانوا المسلمين المسجد الأقصى هو أولى القبلتين، أول قبلة استقبلها المسلمون المسجد الأقصى. حاجة كمان، المسجد الأقصى بنى سيدنا سليمان، ويوم ما بنى المسجد الأقصى وفاء وانتهى من بناء المسجد الأقصى دعا ربنا 3 دعوات. ما هو دي برضو على هامش حديثنا يا حضرات، في الدعاء بصالح الأعمال. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، بيعمل عمل جليل، أيوة أم دعا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا ما ناسكنا عرفنا نعمل إيه، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم. كل دعوة دعاها سيدنا إبراهيم وهو بيبني الكعبة ربنا استجابها له. حتى النبي بيقول أنا دعوة أبي إبراهيم، يعني وجود النبي وبعثة النبي من دعاء أبينا إبراهيم. شوفوا الجمال ده. فسيدنا سليمان بنى المسجد الأقصى، ولما فرغ من بناء المسجد الأقصى دعا 3 دعوات يا دكتور عمرو. الدعوة الأولى قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي،
خدوا ولا ما خدوش؟ نعم. خدوا. الدعوة الثانية طلب من الله أن ربنا يرزقه حكما، أن يرزق الله سليمان حكما يوافق حكم الله، فكان سليمان لا يحكم في أي قضية إلا ويطلع حكمه فعلا هو حكم ربنا، ففهمناها سليمان. الدعوة الثالثة اللي دعا سليمان، يا رب أي واحد يجي يصلي يجي المسجد ده لا يقصده إلا للصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. مسجد الأقصى، أي واحد يروح يصلي في مسجد الأقصى ويطلع منه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ده دعا سيدنا سليمان. حتى الصحابة قالوا النبي يا رسول الله مسجد الأقصى نعمل إيه؟ قال إيتوه فصلوا فيه، روحوا صلوا في المسجد الأقصى. قالوا طب افرض يعني غلبتنا الروم، حد واخده مننا تحت الاحتلال، نعمل ما قدرناش نروح، نعمل ايه يا رسول الله؟ قال فابعثوا بزيت يسرج في قناديله، عمروه، مش قادر تروح الاقصى عمره. عمره ازاي؟ افرشوا، اصرف عليه، اصرف على عمارة المسجد الاقصى. المسجد الاقصى اللهم رد الأقصى إلينا يا رب العالمين، اللهم رد الأقصى إلى المسلمين وارزقنا فيه صلاة يا أكرم الأكرمين، اللهم آمين. فاصل ونعود لنحتفي بذكرى الإسراء.
أهلا حضراتكم في هذا اللقاء وهذه الاحتفالية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج. وكنا نتحدث عن فضل المسجد الأقصى ولماذا اختاره الله سبحانه وتعالى ليعرج منه الرسول عليه الصلاة والسلام إلى السماء. يعني هناك عدة أسباب، منها ما هو أسباب شرعية، ومنها سبحان الله ما تم اكتشافه يا حضرات علميا بقى، وأساتذتنا في الفلك هم اللي علمونا الكلام ده. سبحان الله، كان الإسراء، احنا قلنا الإسراء هو السير ليلا من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد الأقصى بفلسطين. ربنا جمع الأنبياء للنبي محمد عليه الصلاة والسلام وتقدم وصلى بهم روحا وجسدا ولا روحا؟ نعم نعم، سبحان الذي أسرى بعبده. يعني الرسول عشان برضو نفس السؤال تكرر، هنقعد نعيش في السؤال ده طول حياتنا. السؤال، هل أسرى بروحه أم بجسده أم يعني هو قال بعبده، بعبده يبقى روحا وجسدا. نعم، أصل هو السؤال. طب لخاء لما صلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأما الأنبياء، نعم، كانوا بالروح والجسد؟ طبعا، أصل هو السؤال يا دكتور عمرو. اصل يتبادر للذهن حد يقول لك ايه، طب ما كان في حد في المسجد الاقصى ما شافهمش ليه مثلا ساعتها؟ انا هقول لحضرتك دلوقتي، هو انا لو خدت لي تغفيله كده نمت لي دقيقتين على الهوا وصحيت من النوم قلت لكم خير الله ما جعله خير، ده انا شفت ان انا بصلي في المسجد الحرام، هو يا دي حاجه يعني حاجه صعبه؟ لا وان مش كلنا بنصحى من منامات يقول لك انا شفت ان انا رحت المدينة المنورة، حد يقول انت كذاب؟ يعني الرؤية المنامية عادي، ده بتحصل للناس كلها. ولذلك القرآن قال سبحان الذي أسرى، هو قال سبحان انه النبي قال انا سريت يعني انا مشيت بالليل؟ لا، هو النبي قال أسري بي الليلة، يعني هو ربنا اللي حرك الموضوع كله، وربنا له طلاقة القدرة. نعم. يا حضرات، اي شيء الى ما لا نهاية يساوي صفر، مش احنا كنا بندرس كده في الحساب؟ صحيح، قدرتنا إلى قدرة الله صفر. صحيح. قدرتنا صفر. فقال سبحان الذي، هو بدأ بالتسبيح والتنزيه لله تبارك وتعالى إن ربنا هو الذي فعل الأمر كله سبحانه وتعالى. نعم. وصل النبي للمسجد الأقصى، ربط البراق بالحلقة التي يربط بها الأنبياء، وصلى بالأنبياء إماما. ليه؟ رقم واحد، اللي النبي لما هيرجع ويحكي للناس، هو لو طلع للسماء على طول ويجي يقول انا طلعت للسماء، طب هنثبتها ازاي؟ فكان الاسراء تمهيدا، هذه معجزه نقدر يعني نقدر نجيب ادله عليها عشان نقدر يثبت المعراج بعد ذلك. بمعنى انا لما اجي اقول للمشاهد الكريم اللي شايفني دلوقتي، على فكره انا دخلت مكتبك امبارح بالليل حتى باماره موجود كذا وكذا 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 وكذا، انت فين حضرتك؟ انت في امريكا دلوقتي؟ انا كنت في مكتبك امبارح بالليل، فجبت لك كل الادله ان انا دخلته فعلا وانا في جمهوريه مصر العربيه. يعني صح. طيب، ده اللي خلى الموضوع ده حصل هو ربنا سبحانه وتعالى. وبعد ما خلصت مكتبك طلعت لفوق، فالنبي عليه السلام حصلت له معجزه افقيه. اللي تحصل له معجزه افقيه سهل ان يعمل نفس المعجزه الراسيه. فكان الاسراء تمهيدا للتصديق بالمعراج، انه اللي عمل له دي يعمل له دي. نعم. انه كان مستحيل يقولوا له ونحن نضرب اكباد الابل شهرا، قال لهم بس ولا تزعلوا انا هشرح لكم المسجد الاقصى بالتفصيل. وبدا النبي يشرح بالتفصيل، وكان في عير ليكم وفي قافله تجاريه وكان في جمل تايه ودلتهم عليه، والقافله دي هتيجي يوم كذا وهيتقدمها جمل اورق وصفه كذا كذا، وكل الادله اللي النبي قالها طلعت صح. يا خبر، بلد بنسافر ليها شهر راحة، يبقى اللي عمل له دي يعمل له التانية. رقم واحد. رقم اتنين، انه كان ايذانا بتنحي اليهود عن ريادة البشرية، وانه النبي هو النبي المقدم وامام الانبياء والمرسلين، وكل الانبياء تقتدي به وتصلي وراه هو صلى الله عليه وسلم. الحاجة الاخيرة بقى، العلم اثبت ان مش ربنا قال ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون؟ يعني عشان تخترق الغلاف الجوي وتطلع لفوق لفوق، السماء دي زي ما يكون لها أبواب، لها حتة تطلع منها، في هناك في الأقصى ده في باب تطلع منه فوق، إنما ده مش موجود في مكة المكرمة. فسبحان الله. أهم بقى يعني الرسائل الربانية في هذه الرحلة الكريمة الإسراء والمعراج. ده الإسراء خلاص، النبي صلى بالأنبياء إماماً،
وعرج به إلى السماوات العلى وأهدي النبي ثلاث هدايا نختم بها إن شاء الله. خد ثلاث منح من ربنا. المنحة الأولى غفر لمن لم يشرك بالله من أمته. يا محمد أي حد مش هيشرك من أمتك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك سبحانه وتعالى. رقم اثنين النبي أهدي خواتيم سورة البقرة اللي منها ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا إلى آخر الآيات. وأهدي الصلوات الخمس، خمس في العمل وخمسون في الأجر. طبعا الإسراء والمعراج مدرسة، إحنا يعني وقفنا في الصف الأول. نعم اتفضل تنشد نختم الدعاء للشيخ رمضان. بمدح المصطفى تحيا القلوب. الله. بمدح المصطفى تحيا القلوب وتغتفر الخطايا والذنوب. وأرجو أن أعيش به سعيدا وألقاه وليس علي حوب. يفرج ذكره الكربات عنا إذا نزلت بساحتنا الكروب. تبوأ قاب قوسين اختصاصا ولا واش هناك ولا رقيب. نبي كامل الأوصاف، نبي كامل الأوصاف، تمت محاسنه فقيل له الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على صاحب الذكرى العطرة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين. اللهم يا أكرم من سئل ويا أجود من أعطى، نسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تنور بالقرآن أبصارنا واشرح به صدورنا، فرج به كروبنا، يسر به أمورنا، اغفر به ذنوبنا، استر به عيوبنا، اشف به مرضانا، ارحم به موتانا، عافي به مبتلانا، اقض به حوائجنا يا أرحم الراحمين. اجعل بلدنا آمنة مطمئنة، سخاء رخاء، وسائر البلاد يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية. صب على بلادنا الخير صبا، ولا تجعل عيشنا كدا ولا نكدا. اللهم دفع عن مصر المحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، وسائر البلاد يا أكرم الأكرمين، يا أكرم الأكرمين، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين. اكشف الغمة عن هذه الأمة، واغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا أحياء وأمواتا، ولأصحاب الحقوق علينا، وللمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وعافنا واعف عنا يا كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيك يا مولانا ونفع الله بك وبك. كل سنة وحضراتكم طيبين، كل سنة والسادة المشاهدين طيبين في ذكرى الإسراء والمعراج، وإن شاء الله نلتقي على خير برعاية الله. السلام عليكم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على
الله.